اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأكوان، الحاضر مع كل من صلى عليه في كل زمان ومكان. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأكوان، سيد الأكوان الحاضر. مشكلتي وانا وانت ان احنا بنصلي على واحد مش موجود، فمتخيل انا ان انا بنادي عليه فهو يجيني لما اصلي عليه. انت تصلي على حاضر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الصلاة الفرضية، في الصلاة الفرض، علمني وعلمك كيف تكون الصلاة عليه. ولذلك سيدنا الشيخ احمد رضوان رضي الله عنه يقول ايه، يقول: عجبت لمن يقول في خمس صلوات في الفرض على الأقل السلام عليك أيها النبي ولا يراه. أنت في الصلاة، الصلاة لسه مصلينها دلوقتي، ينفع تقول التحيات من غير ما تقول التحيات لله، الصلوات والطيبات لله، إيه السلام عليك أيها النبي عليك، دي حاضر ولا هناك في المدينة؟ إذن هو حاضر مع كل من صلى عليه في كل زمان ومكان، حتى في حضرة الصلاة، في حضرة الحق. والله جعلنا نقول هذا، والنبي علمنا هذا وشرع لنا هذا ليعلم الناس أنه لا دخول لحضرة الله إلا برسول الله. أحط لك محطة، سلمت على ربنا، ما انتش قد ربنا، ما حدش داخل لحضرة التحيات إلا سيد الخلق فقط، ما حدش داخل الحضرة دي والمعية دي ولا جبريل، ولم يرقى إلي الخليل، ولم يصل إلي الكليم، محمد فقط هو الذي زج به في حضرة حيث لا حيث، ودخل إلى حيث لا مكان ولا زمان، وجسى على ركبتيه وقال: التحيات لله، فقط هو بس. فيوم ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان ما ينفعش تقول انت التحيات لله وتطلب طلبك وتدخل تستغرق في المكالمة مع الله الا بعد ان تستحضر شفيعا يفتح لك الباب، الا ان تستحضر شفيعا يفتح لك الباب. محب ومحبوب وما ثم ثالث وقرب ووصل للحبيب يدوم. محمد للكرسي أسري بجسمه وأملاكها تسعى له وتقوم، مشى وحده والحجب ترفع دونه إلى حضرة بها الله ساق والشراب قديم. مناي من الدنيا أقبل تربه وأبكي ذنوبا بينهن أقيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم.